لا مش قادر، مش قادر يا كريمة، مش قادر. اخوات امشي امشي. صدق لو قلت لك ان دول كانوا اجمل 5 ايام قضيتهم في حياتي، بس لما شفتها بتمشي حسيت باحساسين عكس بعض خالص. ما اكذبش عليك انا كنت فرحان، كنت فاكرها مشيت بجد، بس في نفس الوقت حسيت كاني في نار في دماغي كانت بتخدعني. تخيل يا جمعه، تخيل لما واحد يحب واحده وهي مشلوله ولما تمشي يكرهها. طب ما تكرههاش يا رشدي. اسمع، انت الوحيد اللي طلع خسران في اللعبه دي، ملك ورجعت لابوها، وانت اتبهدلت في الاقسام واتسجنت. انا لو منك اسمع كلام ملك واروح لابوها واخد منه فلوس، ده حقك، وبعدين هي موافقه على كده. حط لي 5 معالي عشان حاسس بهبوط. اتفضل. 50,000 جنيه اهم، وما تحلمش ان هدفع لك مليم زياده. فين الورق؟ 50,000 جنيه؟ عيب عليك، ده انت راجل مليونير، يعملوا ايه 50,000 جنيه؟ ده انا ما صدقت اقنعه. انا ماليش دعوه. طب قول انت عاوز ايه؟ انا مش طماع، انا هاخد نص المبلغ اللي بنتك كانت هتاخده منك وهي خطفاني. ايه؟ انت عايز 150,000 جنيه؟ لا، يقصد 500,000 جنيه. ايه؟ في ايه؟ انت معايا ولا معاه؟ هو اشتراك ولا ايه يا لطفي؟ ولا اشتريته ولا اشتراك. ايه؟ 500,000 جنيه كتير على حرية بنتك؟ ادفعهم له يا بابا من نصيبي في الميراث بتاع امي. انت تخرسي خالص، انت ايه اللي معارك معانا؟ روح روح اقعدي هناك، امشي امشي وانت بتحلم. يبقى روح احلم في حتة تانية بقى، واضح ان احنا ما اتفقناش. استنى بس يا استاذ رشدي، استنى. اتفضل اقعد. ماشي. والله ما هيدفع مليم زيادة، أنا عارفه، ده معفن. أنا لما وافقت أقعد، وافقت أقعد علشان أساعدك، مش عشان أستغلك. خط الانتاج ده وبلاش نصنع الغسالات يا فندم. المنافس اللي قصادنا مش سهل. طب ممكن اقول حاجه؟ اتفضلي يا فندم. احنا دلوقتي نزل قدامنا منافس جديد اكل مننا نص السوق بعد ما كان السوق كله بتاعنا. مظبوط. ايوه شريط ده يخصك. شريط؟ شريط ايه؟ اسمع وانت تعرف. شريط ايه حبيب قلبي؟ طب ما تيجي. معلش عندي زبونه بفنشها. ماشي.
انا يمكن اكون حبيتك علشان كده حاولت اقولك على الحقيقه بس ما قدرتش، خفت الحقيقه تضيعك مني. كانت كل دقيقه بتعدي واحنا مع بعض انت بتكبر في نظري اكتر وانا بصغر في نظر نفسي اكتر واكتر. بعد ما رجعت لي النهارده ورقه الجواز العرفي سجلت الشريط ده لاني بصراحه مش قادره اكتب عليك اكتر من كده. يا ريتني كنت مشغوله وكاتبه حقيقي علشان ما تسيبنيش. انا بقولك الكلام ده دلوقتي وانا مش مكسوفه، بالعكس انا سعيده جدا لانه على الاقل الراجل اللي بحبه هو رشدي اباظه. كده هيبقى معانا تلتين السوق او على اقل تقدير نوع الغسالات الجديد اللي هننزله هياكل من نصيبنا احسن ما يجي حد جديد وياكل مننا. يعني يا بابا كل نفسك بدل ما حد جديد يجي وياكلك. انا زي ما اكون سمعت الجمله دي قبل كده بس والله فكره هايله. برافو عليك يا ملك. بس دي مش فكرتي. امال فكره مين؟ ايه ده رشدي؟ فايزة ازيك؟ يوهو انت تاني. مالك فين؟ رشدي رشدي ازيك؟ ازيك انت؟ انا سمعت الشريط. ايه ده وانت كل ده ما كنتش سمعته؟ للأسف. وصدقت؟ للأسف. ما هو اللي بيحب حد لازم يصدقه حتى لو كان كذب عليه، بس انا صدقتك. انا قلت لهم على الفكرة بتاعتك وعجبتهم. بابا رشدي هو صاحب الفكرة. قلتي لابوك على فكرتي؟ يا ابني الايه؟ طب يا ابني فهمني الفكره واحده واحده بالراحه كده. هو انت اديتني فرصه افهمك؟ ده انت طردتني. عموما انا هعوضك، انا هعمل معاك عقد تسويق ب 300 جنيه في السنه. خد يا ابني خش جوه يا ملك. 350 ماشي؟ ماشي. مع السلامه يا فندم. ما تقلقش رشدي بيه على وصول. مزمزيل غادة. غادة غادة، أنا عايز أقولك على حاجة. أنت دخلت التاريخ من أوسع أبوابه بقعدتك معايا. أهلا وسهلا. مين ده غادة؟ ده رشدي بيه. رشدي بيه؟ طب معلش عندي ارتباط. لو سمحت حضرتك منتظرني؟ أيوة فندم. اهلا وسهلا. اهلا بسعادتك. معاك رشدي اباظه. مين سيادتك؟ فريد شوقي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. رحت مارينا او حاجه قبل كده يا فريد؟ لا ما رحتش. ده انت هتشوف ايام سودا. ايه ده؟ دي من عند ابو نسمه صح؟ مظبوط. لا والله. ادالك بكام؟ 13 جنيه. لا ضحك عليك، ضحك عليك على فكره. اهلا وسهلا. اتفضل. لا مش هقف على سعادتك وقت تاني يعني. يا راجل ده المليجي جوه وعماد حمدي والشله كلها جوه. ده انت معقوله؟ ايوه اتفضل يا غالي اتفضل. ابو نسمه عامل ايه؟